الأفلام. السلام عليكم. بون المرة دي مش باش ندخلوا في الموضوع طول، باش نحكيو بلي ديتاي، باش نحكيو على فاس الكونفيرونس دو بريس اللي صارت، باش نحكيو على لي جورناليست هذوكم اللي جاو، باش نحكيو على برشا حاجات. ساعة قبل ما نمشيو للكونفيرونس هذي، بون ماهيش كونفيرونس، اما سي ان بياج هو اللي في بالنا بيه. وديجا معناتها الناس هذوما اللي حيتوا لي باش نعمل معاهم الندوة هذي، في بالنا الكل اللي هما معناتها كونترك، وجوست يحبوا ياخذوا من عندك حاجة واحدة تنقول عليها شنو. وديجا جاتني ونعرف اللي من قبل اللي هما قاعدين يلموا في ديرابور، معناتها باش يهبط عليا كلاش. هي المعلومة دي وصلتني معناتها قبل ما نمشي، هو في بالي بها. ونمشي هنا، مشيت جوست عندي شكوك وعندي حاجات حبيت نتأكد منها، متأكد منها وفما دي بروف ان شاء الله. مشينا غاديك. بون شنو طلبوا عليك؟ قالوا لك انك جوست معناتها تطلب تعتذر من الدكتورة ألفة يوسف، تقدم اعتذار وتعتذر من الفنانة صوص المعالج، ونعملوا معناتها تقاد دعوة القضية توفى وامورنا واضحة. هذا قبل معناتها ما يبدا التصوير. قلت لهم ما عملت حد شيء، معناتها ما مسكتهاش انا، معناتها ما عملت حاجة غلطة، جست عملت نقد لحاجة معينة وما شوفش راحي غلط، على ما قدمش اعتذاري. قالوا لي ليه ودرا شنو، وقعدوا ساعتين معناتها يحكيو معاك قبل الكونفيرونس، فهمتني، ويلعبوا لك برشا بعصابك، عملوا بريسيون كبيرة، والعديد معناتها وصلت معناتها لافوكات نتاعها تقول لك عايش ولدي يحسبها كي اختك، وفهمتني راهو يلعبوا لك بمشاعرك، يلعبوا لك برشا حاجات وتهديدات معناتها غير مباشرة لكن تهديدات، معناتها في بالهم الانسان اللي يخاف. بون مشينا صورنا الكونفيرونس، ما قدمش اعتذار في الكونفيرونس رغم الضغوطات الكل، ورغم وخاطر في بالنا بها لعبة ونعرف هما يستناو من عندي باش نقول اعتذار. قلت الحاجة الوحيدة اللي قلتها ومعناتها وما نجبدش كلمتي، لكن بالحق اللي قلتها ونعاودها ونقعد ديما نقولها، لاني محمد الانسان ما عندوش حق ولا ما عندوش معناتها حق باش يتدخل في حياة سوسن الانسان، ما عندوش حق، حياته الشخصية ما شمني فيها انا، تعيش كما تحب هي، لكن كفنان عندي الحق اني باش ننقد فنها، باش ننقد الكلام اللي تقول، كما هي عندها الحق باش تنقد معناتها الحاجات الانتاج الفني نتاعي، معناتها حاجة واضحة برشا. كإنسان ما عنديش حق ندخل فيك، لكن كرابور عندي الحق باش ننقد، معناتها انت بيرسوناج بوبليك، اي واحد معرض انه باش يحكي عليك باش ينقدك، معناتها ماكش عبد عادي تعرف على الحكاية هذي. بون هذا هو، هذا موش اعتذار. وحتى قلت لها معناتها محمد الانسان يعتذر لسوسن كانسانه، قلت لها معناتها تحت، قلت فرضا اذا معناتها اذا معناتها مسيت، فهمتني، وقتها نجموا نشوفوا كيفاه معناتها ونقولوا محمد الانسان يعتذر من سوسن كانسان، لكن انا ما مسيتش، قلت لك فرضا اذا معناتها بينا الحكايه. والحاجة الأخرى لأنها باش نحكيو عليها، البوست السيكونس، بوست الفيديو اللي صوراها الكونفيرونس دو بريس، قاعدة نسميوها كونفيرونس، قاعدة ساعة ولا أقل شوية من ساعة، هبطوا منها كان 10 مينوت. صار ترافيك في المونتاج، في ركبوا حكايات بين كانك أنت بالسي في حبوا يخرجوك، عملت اعتذار. الإنسان هذايا نعرفوش شكون، فما الكونفرساسيون نتاعو مع شكون يحكي في الحكايه هذه بيدها، فما منها وتتهبط ان شاء الله. لعبه الكل معطى في بالنا بها. ديجا انتم طحتوا في البيج، ماشي نحن اللي طحنا في البيج، علي عملنا الحكايه هذه. يعني باش تخرجوا انتم بالحق الكل على الحيط، باش تخرج باش تفهموا شنو الدناء نتاع الجورناليست. كي روحت للدار مش في بالي باش يعملوا، معناتها في بالي باش يعملوا حكايات ويعملوا لعبه، مش في بالي باش يلعبوا على المونتاج نتاع الفيديو هذا. انا قلت نعتذر من صوصنا كانسانة، معناتها اذا عملت لها حاجه خايف، ولكن كفنان ما نعتذرش منك. وقلت لها اذا تحب مصوره معناتها ان شاء الله فما شكون طيب هبطها. قلت لها اذا تحبي نعتذر منك، سيكو ام يعتذر من صوصنا معالج، قلت لها اعتذر مني انت على الكلمه اللي قلتها هذيك ما تتقالش في التلفزة، واعتذر من الجمهور.
سيرتو اعتذر مني، انا كنت حابني انا نعتذر منك، واضح برشا كلامي. بون حبوا يلعبوا لك بك المشاعر وكيما اختك ودا شنو. بون لهنا معناتها لا عاد لا نفهم لا اختي لا حتى شيء، ديجا مازال معناتها مازال باش تخرج حكايه اخرى، ولا اي فنان ولا اي مفكر شي يخرج حكايه، راني باش تلقاني اول واحد باش نخرج عليه غنيه باش ننقده بنقد اقوى من هذا، واضح على الاخر. كي روحت للدار نلقى قاسين الفيديو عملوا لعبتهم، قعدت نخزر انا شنو معناتها، طلبت اعتذار. يلقى فما نوع تاع بيبليك بدا معناتها يركبوا شك ولا حاجه، ما عندوش ثقه في انا معناتها. شنو الحل؟ انه انت لازمك تختبر البيبليك نتاعك، تعمل له در معناتها، تعمل له بيش كما هم عملوا لي بيش. علاش؟ خاطر لازم يكونوا معاك ناس تساندك، بيبليك قوي على الاخر وعنده فيك ثقه قويه على الاخر، خاطر اللي باش يصير من بعد الحكايه هذه باش يصير باش تكون معناتها الحاجات اكثر من اللي قاعده صايره توا، لازم يكون معاك بيبليك معناتها اونتر كيلمي راجل ما عندوش حتى شك يقول يؤمن بيك حتى لاخر لحظه. لقينا الحل انه نهبطوا فيديو اللي عملناه البارح في الليل باش نشوفوا شنو تفاعل البيبليك، اسكو بالحق معناتها عنده فيك ثقه والا شنو. بون هبطنا الفيديو هذايا، ميساج كودي كيما قلنا يهبط لك بسيكو ام في فيديو ما يقولكش السلام عليكم اول ما تبدا الفيديو، هو ما تسمى وحدك. كي يخرج يقول لك يحكي باللغه هذيك، وكي يخرج يقول لك بيس اند لوف تسمى وحدك، خاطر البيس اند لوف سامبول نتاعها يرمز الحاجه. باش نسهل لك انا غنيت عليها في ماريونيت، تنجم تدخل معناتها وتحط لي سامبول هذوما من غير ما نقولك على ان. كيما نعرف وانا انا نعمل في حرب مش معناتها بالسلاح، لكن حرب فكريه. الحرب الفكريه هذه تنجم تعمل فيها استراتيجية، لازم تكون ذكي فيها، فما ناس كونترك ناس تحب تطيحك. بالكونفيرونس دو بريس يعملوها شنو حبوا يعملوا، انه يضربوك في القاعدة الجماهيرية نتاعك في حاجتين، انهم يبينوك انت طلبت سماح معناتها انت ذليل انت خواف، الوغ العباد الكل تعرف سيكو ام شنو، وتو تجي في الغنيات الجاية والحاجات اللي باش تصير معناتها مش كلامك هاو، تعرف بالحق شكون سيكو ام. مش ندافع على شخص، ندافع على بسيكو ان كفكر كافكار امنت بها العباد الكل، مانيش باش نطيح العباد هذي اللي امنت بها تنكيت. الحاجة الثانية اللي حبوا يطيحوك بها كما قلنا يضربوك، يضربولك معناتها القاعدة الجماهيرية نتاعك. علاش؟ على خاطرها اللي بعد ربي سبحانه اقوى حاجة عندك هي الجماهير نتاعك، خاطر بالحق كي عملوا القضية هذي الدنيا تقامت وقعدت شنعت، فهمتني؟ كبرت الحكاية على خاطر عندك ناس بالحق معاك ناس صحيحة على الأخر، الله يحبوا ينحيوا لك السلاح هذا. ذاك علاش عملنا البيج كيما عملنا البيج، عملنا البيج باش نشوفوا بالحق البيبليك شنو هو كيف يخمم، شكون عنده فيك ثقة ما عندوش. الحمد لله فما برشا ناس ذكية معناتها فهمت الميساج هذايا، الميساج كودي كيما قلت لك، قرأت بين السطور فهمت الحكاية، فما ناس فهمت شوية حاجات، فما حاجات أخرى ما فهمتهاش. بون بالنسبة للفيديو نتاع يا نصر يا شهادة وأنا معناتها داخل راب باش نموت، ما جيتش في البيريود هذي، جيت معناتها في بيريود نتاع الكلاش، بيريود معناتها قديمة الحكاية، بيريود نتاع الكلاش لعبت كل كلاش في بعضها، أنا فما شكون كلاشيني، أنا كلاشيت شكون، كي كلاشيت شكون. اللي عمل لي الانترفيو قال لي في بالك انت مهدد بالقتل من الانسان هذايا وصحابه؟ قلت له ايه اوكي ما فما حتى مشكله، انا مهدد بالقتل مستعد اني نموت على المساج اللي نعمل فيه، ما خاوفنيش لا هو لا معناتها اطراف حتى يبدا من برا، مهما كان الشخص اللي باش يهددني مهما كانت الخلفيه نتاعو انا مستعد لاني باش نموت على المساج اللي نعمل فيه. توا وظفوها ماشي في محلها، وليت كاني انا معناتها نهدد ناس اخرين ناس معينين، الوغ برا يتفرجوا في الروبورتاج، روبورتاج طويل راهو ويفسر الحكايه هذي الكل، ويزيدوا من لعب بلي فيديو انك تركب حاجه على حاجه باش يخرج بسيكو ام في صوره معينه، لا راهو كل شيء باين وكل شيء واضح، يزيدنا من اللعبه نتاع المانيبيولاسيون، راك ما تنجمش تعمل مانيبيولاسيون. بون بالنسبه ساسو معالج، مانيش انا اللي حربت عليك العداد، ومانيش انا اللي ضربتك في القاعده الجماهيريه نتاعك، ديجا انت ضربت روحك بروحك قبلي انا. بالكلام معناتها اللي تقول فيه ما يتقالش معناتها، العباد الكل عملت رياكسيون، العباد الكل هكا ديجا لي فيديو فما على الفيسبوك فما في لي سيت انترنت الكل، لازم تدخل لازم العباد الكل تدخل تتاكد،
ما حرضت عليك حتى حد، مش يصير لك حاجه جيت حب توحلها سي. انا لو العبيد ما همش ديبيل، ما همش بهيم، كل شيء عنده دي بروف. جيب دي بروف اللي انا حرضت عليك، نجيب لك انا دي بروف اللي فما العبيد دارت عليك قبل ما انا نعمل الغنية. ما حرضت عليك حتى حد، عملت لك نقد، بالعكس كنت متربي على الاخر، معناتها كنت متربي على الاخر. بورتون العبيد فما عبيد ثبتك وعبيد ما عادش تدري شنو هذول، يزي ما عادش تبدا تلفق في حكايات ما فماش منها جم. بون فات الحكايه، ما عادش باش نحكي اكثر. فما حاجات اخرى باش نبينوها علاش عملت مانيبيولاسيون، والعباد اللي تحب تعمل لك خلفيات ودرا شكون فما عباد وراك ودرا شنو. انا معروف ان سامبل غابور، كلامي قوي شويه، ميساجي ماهوش اسلامي هكا هو. حكيت من المنطلق هذا، لكني محتاج نحكي منطلق اجتماعي، منطلق اقتصادي. الراب يعالج معناتها المشاكل الكل اللي في المجتمع، من دين، اقتصاد، الدروب، معناتها كل شيء. ده هو الراب. ما تحاولوش معناتها تخلينا نحكي في حاجات جوست باش نتعداو في التلفزة. الراب لازم يمس، لازم يشوكي، باش توصل للمجتمع فيش قاعد عايش، باش توصل كيفاش قاعد يفكر. ده هو الراب صحيح، مهمتنا كرابرات. وما نعرفش نحسكم كأنه تحبوا تضربوا الراب في تونس، معناتها كي تعملوا معايا كي ولا مع العباد اللي كيفي انا. خليه الشباب يعبر، خليه الشباب يعبر. لو ما حتى حد ما تعداش عليك شخصيا في حياتك الخاصة، خليه الشباب يعبر، خليه يتكلم. اوكي، نقولكم السلام عليكم وان شاء الله في فيديو اخر.